سؤالي للمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة الإدارة والعضو المنتدب بشركة إي فاينانس، أنا آسف. الحقيقة يعني هذه ربما آخر الطروحات اللي كانت موجودة في البورصة، أنعشت البورصة بشكل كبير، وهذا نموذج أنه والله ممكن ندخل السوق الآن ويتوسع رأس المال ونحدث ما ترجوه البورصة من ازدهار. التجربة في التوقيت كانت جيدة تشجع طروحات حكومية أخرى. بشكر مشاركتي وبشكركم على المؤتمر، بشكر معالي رئيس الوزراء وبشكر الدكتورة هالة أستاذة الوزراء، بجد يعني ادى طاقة كبيرة. أنا من سؤال حضرتك بس عايز أقول تجربتنا، التجربة دي هتمس حاجات كتيرة من السادة الخبراء قالوهم، وبتمس حاجتين الدولة قالتهم في كلمتها امبارح والنهاردة. الجزء المهم ان الشركة دي بتشتغل في قطاع من القطاعات الحيوية جدا، وفي مهمة تنافسية لينا في افريقيا وفي المنطقة، لانها بتتكلم على اتصالات وتكنولوجيا معلومات في عقول بشرية، فالاصل ده اصل كبير واصل مهم في الدولة المصرية، والدولة بتهتم بيه سواء تعليميا او تأهيليا. في الأول لما كانت القصة طرح في البورصة، إحنا أخدنا حوالي عشان الوقت برضو الجماعة اتكلموا في الوقت الخبراء، إحنا أخدنا حوالي سنة ونص لسنتين، بس عشان كانت في مشكلة الكوفيد يعني كانت موجودة. بس في الفترة دي أخدنا فيها كل الملاحظات اللي حضراتكم قلتوها. أخدنا الجزء الأولاني إزاي نهيئ الشركة للطرح. القصة دي قصة بتاخد مدة طويلة قوي، وأنا مبسوط جدا إن الصندوق عمل جزء فرعي منه بيقول للتهيئة، لأن أغلب الشركات اللي موجودة في مصر، وإحنا ما كناش قطاع أعمال، إحنا شركة تبع قانون الاستثمار، وكان المساهم الأكبر فينا بنك الاستثمار، ومعانا بنوك زي البنك الأهلي وبنك مصر، فكل البنوك المفروض إنهم بيشتغلوا في الاستثمار، بس مش شرط يبقى عضو مجلس الإدارة اللي معاك هو الراجل المسؤول عن الانفستمنت. ودي الجزئيه المهمه اللي السيد هشام عز العرب قال الحوكمه. الحوكمه دي كانت جزء مهم قوي. الدوله ساعدتنا وبنك الاستثمار ساعدنا والدكتوره هاله ساعدتنا بجد في حوكمه المجلس، بان في اعضاء عندهم جزء الانفستمنت بقوا موجودين. الجزء الانفستمنت ده بيقول ايه؟ بيشتغل على الجزئيه المهمه اللي الصندوق بيشتغل عليها دلوقتي، اللي هي تعظيم قيمة الطرح. مش أي حاجة حضرتك أصل بتاخده تقدر تنزله وخلاص البورصة. لو نزلته البورصة مين اللي هيجي لك كمستثمر؟ المستثمر مش عايز يشوفك أنت عملت إيه، أنت هتعمل إيه من دلوقتي لمدة 3 سنين، قد إيه لازم يبقى عندنا خطة استراتيجية أو فيجن زي ما بيقولوا، بس المهم يبقى في خطة استثمارية. لو في فلوس هناخدها هناخدها نعمل إيه. فكان علينا احنا كشركه ان احنا شاطرين قوي في قصه الاوبريشن والتحول الرقمي والكلام ده، وعملنا شغل كويس نتيجه برضه ان يعني ما ننكرش الفضل ان الدوله عملت ايه؟ عملت بنيه تحتيه وعملت كمان قوانين تشريعيه. لما احنا بنشتغل مع البنك المركزي ووزاره الماليه والحكومه، ازاي ان البنك المركزي والحكومه عملوا شمول مالي او حطوا قوانين للشمول المالي، فده بيئه بقت مهمه قوي مش لينا بس، لينا. وانا كنت فخور بالشركات اللي كانت موجوده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجلسه اللي قبلينا، قد ايه منهم شغال وقد ايه منهم ده قطاع خاص شاب وواعد وهو في المجال اللي احنا بنتكلم عليه. نعم. فانا عايز اقول ان جزئيه التهيئه للطرح كانت مهمه، اخذت مننا وقت. لما رحنا لجنه الطروحات اول مره ما وافقوش ان احنا ننزل البورصه، مع ان كان الوقت كان ممكن يبقى مناسب انسب من الوقت اللي احنا نزلنا فيه. ليه؟ عشان قصة تعظيم قيمة الطرح كان مهم قوي، احنا عملنا شغل كويس وقيمتنا كويسة، بس كان لازم مجلس الإدارة يوافق ان احنا نرفع جزء من رأس المال نعمل بيه بعض التوسعات اللي هتدينا جزء. مين كان هيوافق على ده؟ ما وافقش على ده غير لما بدأنا نعمل تعظيم قيمة الطرح، وقيمة الطرح دي أخدت دراسة، الدراسة دي أخدت من 3 لـ6 شهور. في الـ3 لـ6 شهور لجنة الطروحات كانت بتجتمع معانا اولموست كل شهرين، فده عبء طبعا كان على اللجنة، وكانت في النهاية بتبص لنا وبتحط لنا أهداف.
لما عملنا الجزئية دي عملنا هيكلة للشركة. هيكلة الشركة أنا كأي واحد كنت كان ليا الحظ إن أنا أبقى مسؤول عن الشركة قبل وبعد الطرح، نفس الجزئية اللي هشام بيه كان بيتكلم فيها، كان معايا مانجرز مش حابين البورصة. طب ما احنا كويسين، ما احنا بنعمل أرباح كويسة قوي، ما احنا بناخد آخر السنة أرباح، انت بقى هتيجي في البورصة. متأسف إن أنا بتكلم عامي بس دي التجربة، انت بورصة وخاصة الناس الماليين عندي. فليه بقى؟ لأن انت في البورصة لازم يبقى فيه شفافية، لازم يبقى فيه حوكمة، لازم يبقى معاك قبل ما بتعلن بتروح لهيئة الرقابة المالية وبتروح البورصة وبتحط الأرقام ومين وعمل والمساهمين، يعني قصص رولز وريجليشن مهمة قوي، بتاخد جزء من البورد وجزء من مهم جدا من المانجمنت، جزء رهيب. الجزء ده لو احنا ما كناش قدرنا نهيكل نفسنا ونجيب ناس، يبقى عندنا قطاع استثمار وبقينا بنبص على الاوبريشن بشكل استثماري، بقينا نبص على استراتيجيك بارتنرز بتوعنا لان هم دول اللي هيكبروا معانا، مش العميل بس اللي ايه او عدد العملاء اللي احنا بندخلهم. الجزئيتين دول كانوا مهمين الى اقصى درجه، ودفنتلي الصندوق مهم ان هو يعمل الجزء بتاع تهيئه وتعظيم لان طبعا عنده اكشنز كبيره ومهمه. الجزء الثاني مش اهميه ان انا نزلت البورصه ونزلت في البرنامج بتاعه وحققنا نجاح، احنا الحمد لله حققنا نجاح كلنا ما كناش متوقعينه عشان التايمينج بتاعه. التايمينج دايما كنا متخوفين، وبنوك الاستثمار زمايلنا ونجحوا معانا بس كلهم كانوا خايفين. انما الحاجه الكويسه ان الناس لما بتلاقي في بوتنشال لقطاع مهم زي القطاع اللي احنا بنتكلم عليه وان الساوند بتاعه عند كل الناس، احنا طبعا حققنا انجازات، يعني يشكر للجنه الطرح. وهي تجربه جيده. بشكرك. عندي جزء بسيط بس عايز اقوله. اتفضل يا فندم. قد ايه ان الصندوق بيهمه الجزء التنموي. التنموي ده الجزء اللي انا بقول عليه، احنا لمرحله ما بعد الطرح الصندوق اشتغل معانا، اشتغل معانا عشان الصناديق الفرعيه اللي هو بيشتغل فيها كاساسيه عنده، وازاي استراتيجيكلي احنا هو لسه له الدوله لسه ليها تملك في اي فاينانس، فازاي ان الجزء المتبقي ده يكبر، هو مش بس الطرح، فالجزء المتبقي ده ان احنا ازاي نزود استثماراتنا وازاي يبقى في معانا ما هو مسمى زي ما بعض الخبراء قالوا استراتيجيك انفستمنت، زي ما اكتس قال. الاستراتيجيك انفستور ده مش بيجي عشان يحط فلوس في الشركه ويكسب فيها بقدر ما هيدي بعد آخر استثماري، وبالتالي بقينا مش بنبص على السوق المصري اللي هو بيكبر ما شاء الله في القصة بتاعة المدفوعات الإلكترونية ولسه البنك المركزي بيساعد أكتر وأكتر، إنما الجزء الثاني إن احنا نطلع بره مصر، لأن زي ما كل الزملاء قالوا احنا فعلا موديل لازم نطلع بره أفريقيا، وبالتالي إزاي الصندوق بيساعد معانا في الاستراتيجيك انفستمنت ده إن احنا كمان نطلع بره مصر، مش بس عشان نزود فرص العمل عندنا داخليا وخارجيا نقدر نعملها. فأنا الجزء اللي أنا بتكلم عليه إن دور الصندوق مش هيبقى بس الطرح، أنا عايز أفصل ما بين الطرح وما بين إن احنا بنتكلم إن الشركات دي أصول نقدر نستفيد بيها حاليا في الـ FDI، وبعد كده إن الأصول دي زي ما الزملاء قالوا إنها تكبر على المدى البعيد. أنا بشكر حضرتك وآسف إن أنا أطولت. بشكر جدا المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة إي فاينانس.